يهدد في اللحظات الأخيرة، يأتي بكرة، الله الله، هدف للتاريخ في أول مباراة رسمية لدبا على ملعبه الجديد. ياهو هدف في وقت قاتل من الشوط الأول، رأسية لا تصد ولا ترد. ما في أجمل من هكذا لقطة تفرح المدرجات السماوية وتهديهم الأفراح. رأسية، اي نعم، مشات، راحت، استقرت، وصلت في مرمى ماجد ناصر. تحركت الشباك وأعلن عن أول الأهداف، أول الأهداف عن طريق ألكسندر اللاعب الذي نجح، والنواخذة يبحرون نحو التألق والإبعاد. يا هي ضربة رأسية، الكل يتفرج، ومرمى ماجد يتحرك، الكل يتفرج من الكرة الرأسية التي لا تصد ولا ترد. تاريخ بصورة كبيرة، لكن عندنا الله، هذه القذيفة اللي أعادت الفرسان إلى 1-1. كرة قوية، الحل الفردي بالنسبة للبديل يوري لمثل هكذا مواقف اختارها ليوناردو جارديم ودفع به في الشوط الثاني. هي القدم اليمنى قذيفة قوية في مرمى دبا، أعاد الأمور إلى 1-1. هذا يوري، هذا بديل الشوط الثاني، هذا اللاعب اللي اختاره جارديم من أجل إعادة الفريق، وقد نجح في ذلك. من كرة بالقدم اليمنى بعيدة المدى قوية جدا في الشباك، وصلت واستقرت ويفرد لحكم المباراة يطلب منه الهدوء. وعندنا لعبة خطيرة خطيرة خطيرة، يا الله، دوبيا يقود الفرسان نحو الانتصار الأول هذا الموسم. قلب الطاولة يا جارديم، قلب الطاولة وأفرح مدرج الفرسان والقمصان الخضراء في قمة السعادة، حيث المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة. هذه التمريرة وصلت إلى دومبيا، بدلاء المدرب جارديم هم اللي قلبوا الطاولة. دفع بيوري وسجل، ودفع بدومبيا وسجل، وبالتالي هي أمسية البدلاء. يا هي تمريرة من بديل إلى بديل، بدلوا النتيجة، اجلبوها، غيروها، سيعودون من الفجيرة بنقاط 3.